السلام عليكم، تحية لكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم. أولا كنعتذر لأنه في هذه الأيامات هذو ما رانيش ملتزم معكم في في المواضيع وكذا، لاعتبارات ولالتزامات أكاديمية كما كنقول لكم. دائما كيجيو عندي كيكونوا عندي مجموعة من الالتزامات، داكشي علاش كنغيب مرة مرة. واحد الملاحظة وفقط هي أن إسبانيا تستهزئ بالمغرب. كتعرفوا غدا كاين مباراة، واحد الماتش حاسم ما بين المغرب وإسبانيا. إسبانيا طبيعة الحال غادي تهضر واحد الجريدة ديالها، غادي تقول بلي أن المنتخب المغربي هو بمثابة منتخب ديال الأمم المتحدة. عنونت المقال بمباراة بين إسبانيا ومنتخب الأمم المتحدة، فيما معناه ان المغرب كيستهزئوا به. علاش؟ لان اغلبيه ديال اللاعبين ديالو ما عاشوش في المغرب، عندهم كاين اللي عنده جنسيه اخرى، كاين اللي ما كيعرفش يهضر حتى العربيه وما الى غير ذلك من الاعتبارات. ولكن الجمل كينتقد خوه هو نسى الحدبه ديالو، فهذا الانتقاد وجب تقديمه للمنتخب الإسباني وللمنتخبات الأوروبية، على اعتبار أن المنتخبات الأوروبية ما كاينش شي منتخب اللي غادي تلقى فيه لاعبين كاملين إسبانيين ولا فرنسيين ولا ألمانيين. جميع الدول حتى الدول اللي فيها توجه شنو غادي نقول لكم، داك التوجه الشوفيني بحال التوجه الوطني القومي، فكتلقى بلي انه كاين لاعبين. المنتخب الالماني فيه لاعبين افارقه طبيعه الحال مجنسين، المنتخب السويسري فيه لاعبين افارقه مجنسين، ما كاينش شي منتخب اوروبي تلقاه حتى المنتخب الهولندي فيه افارقه، وكذلك حتى المنتخب الاسباني فيه افارقه. على سبيل المثال لا الحصر، بالدي اللاعب ديال البارسا هو لاعب افريقي اللي كيلعب ثلاثه بلاصه البا. كذلك اللاعب انسو فاتي اللاعب ديال البارسا اللي كيلعب مع الاسبان هو لاعب افريقي، تم تجنيسه غير مؤخرا باش يلعب مع المنتخب الاسباني. علاش؟ لانه قبل 18 عام كان بان برز بواحد الشكل كبير قبل ما يتصاب مع مع البارسا، داكشي علاش زربوا عليه قالوا هذا السيد هذا ما خصوش يمشي لشي منتخب افريقي. فدوك اللاعبين المغاربه منين اختاروا البلد الاصل ديالهم، لان دوك الوخا كاين عنده جنسيات، كاين اللي عاش كاع ودا تماك، ولكن منين كتجي كتلقى موباه ولا جدودو كتلقاهم باللي انهم مغاربه، ولا واحد منهم كتلقاه مغربي سواء الام ديالو ولا الاب ديالو. وبالتالي فهاد الشيء هذا كيحول واحد اللعبه رياضيه الى صراع سياسي، كيوليو يعاودوا فيه يذكرونا بلي ان بحال هاد الدول بحال المغرب بحال الجزائر بحال تونس بحال مصر بحال الدول الافريقيه بحال الدول العربيه بحال الدول مثلا ديال امريكا اللاتينيه ولا الدول الاسيويه خصها تثبت راسها في جميع المجالات. لان منين قطر قدمت ذاك المونديال بديك الطريقه فمشاو لشي حوايج، ماشي مساله زعما كندعم قطر ولا شي حاجه ولا لا لا، انا ادعم اي واحد ينظر اليه العالم نظره الضعيف ونظرة متدنية، وباللي خص هذاك الاخر يبقى دائما متدني، ما خصوش يكون اكثر بهم، ما خصوش يبان بلي انه واحد تقدم عليهم في مجالات معينة. ففي اي مجال خص هاد الناس هادو اللي كيشوفوهم العالم وكتشوفوهم هاد القوى الامبريالية اللي كانت كتستبيح النساء ديالهم وكتدي الثروات ديالهم في واحد المرحلة معينة من التاريخ، خصو يبينوا لها بلي انهم قادرين يزيدوا يتقدموا في جميع مناحي الحياه. ونفس الشيء بالنسبه للمغرب، ماشي غير في كره، ماشي غير في
يعني في مسائل اقتصادية، في مسائل اجتماعية، في جميع المجالات يجب أن تثبت هذه المجتمعات أنها قادرة باش تكون أحسن من دوك الناس، أو على الأقل تكون مساوية لهم، وما يشوفوش فينا نظرة دونية دائما وأبدا، زعما نتوما راكم ناقصين، نتوما دائما خصنا نكونوا، لم نولد لكي نكون دائما في المراتب المتأخرة، ما يعني ما، وبالتالي ليست مفروضة علينا. إذا كان شي واحد باغي يفرضها على هذا المجتمع هادي فقط لأنه هو الأول، وبالتالي ما يمكنش يبغي شي واحد يديله ديك المرتبة اللي راه فيه. ولكن هذا نداء ورسالة للمجتمعات اللي كتنتمي لهذا، يعني لهذا كما كنقول هذا المعسكر، معسكر الضعفاء عبر العالم، أنهم يبينوا هذا الشيء. طبيعة الحال هذا دور ماشي ديالهم فقط، دور ديال الحكومات، دور ديال الدول اللي خصها عمرها تحني الراس، وباش ما تحنيش الراس طبيعة الحال خصها تكون حكومات وطنية تفكر في المصالح ديال الشعب ديالها، ماشي تبيع الثروات ديال بلادها وتنقص من المواطنين ديالها باش تبان بلي انها كتخدم الاجنده ديال دول أخرى اللي كتشوف فينا نظرة دنيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.